السلام عليكم شباب، معكم علاء مركز السوق. طبعا نفس ما تشوفون هالجواز تقدرون تربحونهم. شلون؟ طبعا اي واحد طالب من شهر 6، بداية شهر 6 الى نهاية شهر 7 اللي هو هاي الشهر، راح تدخلون على سحب على بلاي ستيشن 4 الذهبي، سماعة PX24 من تيرتل بيتش، سماعة Z60 من تيرتل بيتش، حق الكمبيوتر حق بلاي ستيشن، بلاي ستيشن 4 ذهبي سلم. طبعا شلون بتربح؟ لما تطلب وتستلم شحنتك لازم تتأكد انك تستلم الشحنة، يعني اذا سحبنا على بلاي ستيشن 4 وانت ما استلمت الشحنة طلع اسمك ما راح تربح، لازم تكون مستلم الشحنة قبل نهاية الشهر. إذا طلع اسمك أنت رابح سماعة وما استلمت الشحنة ما راح تربح. فأي شيء تشتري في كذا سوق راح يدخلك على السحب، راح نسحب على أرقام الطلبات، مثلا واحد رقم 5-5-6-5-6 عشوائي، بنسوي له إن شاء الله بث مباشر وإحنا نسحب على الفائزين، فبنتواصل مع الفائز. بس لازم تكون مستلم الشحنة، عندك بلايستيشن 4، عندك هاي وعندك هاي. وفي في الانستغرام وتويتر سحب على بطايق استوار تقدرون تشاركون فيها الحين. كان معكم انا، راح اشوف الرابط في الوصف، في اشياء وايد ان شاء الله بتعجبكم. مع السلامه.